الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تشركون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم
يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا تنفع الذين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
مهبة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام عند الموت، نسألك حسن الختام عند الموت، نسألك حسن الختام عند الموت يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظنا بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدا، واحفظنا بالإسلام راقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل ومن البخل ومن الجبن وضلع الدين وغلبة الرجال يا رب العالمين. اللهم ربنا ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعلنا من عتقائك من النار،
اجعلنا من اعتقائك من النار، اجعلنا من اعتقائك من النار، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المحرومين، يا أرحم الراحمين، يا ولي الفاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، يا إله الحق، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المصلين، اجعلنا من القائمين آناء الليل وأطراف النهار لك يا رب العالمين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من المتصدقين، اجعلنا من القانتين، اجعلنا من المخبتين إليك منيبين، يا الله يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا ستير استر لنا، يا ستير استر لنا، يا ستير استر لنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا لطيف التف بنا، يا لطيف التف بنا، يا لطيف التف بنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من سوء الختام، نعوذ بك أن تردنا خائبين، اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا ودعاءنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشع، ومن أنفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، من المستضعفين من المسلمين وكل من يقاتل في سبيلك. أنت القوي، أنت العزيز، أنت الجبار، أنت المتين، أنت النصير، أنت المولى. ربنا انصرهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ربنا أذل الشرك والمشركين، ربنا أذل الشرك والمشركين، ربنا انصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم عليك بكل كفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون دينك. اللهم يا عزيز زلزلهم ودمرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. أنت العزيز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.